كأن المرحلة الحرجة التي تعيشها الجزائر منذ شهور لا تعني الأحزاب السياسية الجزائرية. منذ اندلاع الحراك لم يظهر للأحزاب تأثير في الساحة السياسية، لا مبادرات قوية ولا نشاط شعبي مهم. فهل استقالت الأحزاب من المشهد راغبة أم أن تطورات الوضع قد تجاوزها؟ إن استثنينا أحزاب السلطة السابقة المنبوذة شعبيا، يكاد يندثر ذكر اسم أحزاب أخرى تحسب نفسها على صوت الشعب، وإن ظهرت فلا تتجاوز عتبة بيانات أو مؤتمرات صحفية محتشمة لا ترقى لمستوى وأهمية المرحلة. الرأي العام هو بدوره وكأنه فقد الثقة في هذه الأحزاب. لا نكاد نسمع صوت مواطن واحد يطلب تدخلا أو رأيا لحزب سياسي في الأزمة الحالية. الغالبية تتجه وتحج للشخصيات المستقلة. جفاء وانحدار يرجعه البعض لمخلفات الماضي القريب، حين بقيت أحزاب ولسنوات لا تقبل أن ترى إلا حين يأمرها الرئيس، بل وحتى منها من لم يكن يخجله جهره بعدم امتلاكه برنامجا سياسيا هدفه الوحيد كان تطبيق برنامج رئيس الجمهورية. حالة ولاء الرهيب جعلت كل من خرج عن بيت الطاعة آنذاك مهمشا ولا يسمع له صوت. لا تبدو الظاهرة جزائرية بامتياز. في جارة تونس، ساكن قصر قرطاج الجديد قيس سعيد فاز بالرئاسة كمرشح حر، متغلبا على شخصيات سياسية مشهورة تترأس أحزابا سياسية عريقة. فهل نحن حقا أمام ظاهرة انحصار دور الأحزاب في الساحة السياسية في المنطقة لصالح الشخصيات؟ في غمرة هذه التساؤلات يظهر بصيص مقاربة قد تسهم في تفسير شيء من الظاهرة. شخصيات سياسية تعمدت تهميش الأحزاب التي ترأسها لسبب وحيد، فهي لا تقبل أن تشيع أحزابها على حساب شيوع شخصها، فلا هي أثمرت حلولاً ولا أحزابها.